بسم الله الرحمن الرحيم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. احنا النهارده هنشرح لكم ازاي نعمل الكشكشه بتاع الصدر دي، وازاي نحط الطلع على الظهر، وباذن الله هنعمل لكم في الفيديو اللي بعده ازاي هنركب السوسته اللي بتبقى فيها طل وتحتها ستان. الفيديو ده النهارده هيعلمكم ازاي تقصوا الستان اللي هو الصدر والظهر، وازاي نقص الطل عليه، وازاي نسيب المسافات بتاعته، وازاي هنعمل الكشكشه اللي على الصدر زي ما انتم شايفينها كده. بس قبل ما نبدا الفيديو، ما تنسوش الاشتراك في القناه والاعجاب بالفيديو وتفعيل زر الجرس، يشاركم كل جديد ان شاء الله. ويلا بينا نبدا الفيديو. بسم الله الرحمن الرحيم. دي التله اهي، تبع التله هنجيب الصدر بتاعنا الاول اهو، اللي هو الظهر ولا ايه ده؟ الظهر بتاعنا دلوقتي هو بيبقى عليه طبقة طل واحدة، هنقصها على قدها بالظبط بالظبط، يعني مش هنعمل فيها زيادة ولا أي حاجة، هنعملها بالكربون زيها بالظبط، يعني زي ما انتوا شايفين كده. ده كده بتبقى الظهر له طبقة واحدة بس. يبقى كده احنا عملنا على قد الظهر، حتتين هما اللي هما بتوع الظهر. دي التل معانا، الطله الحته دي العريضه دي زي ما انتم شايفينها كده، دي باقيه من عرض الفستان نفسه. احنا جبنا عرض الفستان 8 متر، قصينا الكالوش بتاعنا من تحت اللي هو الطل بتاعنا اللي احنا هنعمله كشكشه من تحت، ودي حته باقيه من 3 متر اللي هو عرض القماش، او دي زي ما انتم شايفين كده اهو. هعدها مرتين هدا تكشكش كده. لما نيجي نكشكشها بنسيب 10 سنتي من هنا اللي هما في الجنب، و10 سنتي في الجنب التاني. يلا بينا نوريها لكم واحنا بنقفلها اهو، زي ما انتم شايفين كده. اول حاجة هنعملها اللي هي الساسونات او البنس اللي بتبقى تحت الصدر. البنس اللي بتبقى تحت الصدر دي بتبقى في النص، في نص الصدر بالظبط، يعني احنا بنروح جوزين القماش اللي هي معانا دي ونعمل فرد في النص كده ونعملها، بتبقى تحت الصدر بس بنسيب اللي هي الخياطة بتاع الجناب، يعني اما نيجي نجوزهم كده على بعض عشان يبقى اتنين عشان ندي الفرد بتاعنا، واحنا بنجوزهم كده نسيب سنت اللي هو سنت الخياطة عشان الساسونة تبقى في النص، عشان كان في حد بيبعت لي ويقول لي الساسونة ده بتتعمل في انهي مكان وازاي نسيب المسافات بتاعتها. هنجوز الصدر بعد ما نقصه كده اتنين على بعض، ونروح عاملين سايبين السنت اللي هو بتاع الخياطة، ونقص الفرد بتاعنا عشان لما نيجي نقفل يبقى الساسونات بتاعتنا في النص بالظبط. اهو زي ما انتم شايفين كده اهو، بنيجي عند الاخر كده قبل الاخر ب10 سنتي، وبنسيب ايه؟ بنريحها، يعني احنا خلينا الساسونه في الستان وما خلناش في التل، فبالتالي في سنت هيطلع من التل من الجناب كده، يطلع في سنت من تحت كده اللي هو اللي هيبقى الزياده اللي هي بتاع الساسونه، يعني اللي احنا خلناها في الستان وما خلناش في التل، فاحنا بنريحه كده ونخيط عليه زي ما انتم شايفين كده.
عاوزين تقصوها حتة مربعة وبعدين تخيطوها وبعد كده نقص الزوايد عادي. المهم كل تتحط عليها عشانك تعمل الضي ما يكونش مختلف، اللي هو يبقى ستان في الظهر باين من غير تول، والصدر في تول هيبقى واضح مش هيبقى كويس. واحنا بنعمله طبعا عشان حتى لو حد في الملمس كده ولا حاجة يبقى كل الفستان عليه تول. عملنا مرة قبل كده الصدر الواحد عملنا التول زي ما انت هتشوفه دلوقتي، والظهر ما عملناش عليه، تحس ان الظهر لون مختلف عشان الظهر الستانة بتاعته بتلمع والصدر من قدام التل طافي شوية، فبالتالي ما بتكونش نفس الدرجة. فروحنا رجعنا تاني وفكينا وعملنا للظهر طول. احنا مش عاوزين طولات الغلطات اللي احنا بنقولها. هدي بتتخيط كده اهي، يبقى اكن الظهر بالظبط حتة واحدة. لما نيجي نخيط السوستة بتتخيط عادي اكنه فستان عادي، اكنه فستان حتة واحدة. شفت السنت اللي طالع من تحت اللي انا بقص ده دلوقتي؟ دي الزيادة اللي هي بتاع السنة اللي احنا خدناها في الستان وما خدناش في التل. وده التل بتاعنا اللي هيتعمل على الصدر، بيتكشكش كده عادي. كشكش عادية خالص زي ما انتوا شايفين. لسه تبقى على قد السدر بتاعنا. كده عملناه من فوق ومن تحت اهو. هي عامة ما بتفرقش يعني القماشة اللي بتاعت كل معانا عاوزين، ممكن لو احنا عاوزين نكشكش كشكشة مثلا تبقى تقيلة نكبر القماشة شوية عشان نكشكش اكتر تبقى كشكشة تقيلة، عاوزينها تبقى خفيفة نخفيها شوية عشان تبقى خفيفة. دي على حسب رغبتنا احنا يعني، او على حسب رغبة الزبون، او على حسب رغبة الموديل اللي معانا هو اللي بيحكمنا بكده. فده زي ما انتوا شايفين اهو. اللي هي كانت متكشكشة بس انا بعيد عليها عشان اللي كانت تحت كانت كشكشتها تقيلة واللي فوق خفيفة، فبالتالي هتبقى مش متناسقة، كان كشكشتها تاني عشان يبقى كلهم في مستوى واحد. اول حتة هنا هنسيب 10 سنتي او مثلا 8 كده، حتة صغيرة يعني عشان يبقى فيه في الجناب كشكشة بتروح مكبرة الجنب كده، بيبقى الجنب كده تحس اللي فيه ايه الستان ماسك، والجنب كده بتحس منفوخ كده من الجنب من جنب الصدر على طول. فاحنا بنسيب
يجي 8 سم من الجنب ده، 8 سم من الجنب ده من عرض الستانة اللي بتاع الصدر زي ما انتوا شايفينها كده. وبعد كده بنعمل مخيط الكشكشة من تحت زي ما انتوا شايفين كده اهو. طريقة سهلة وبسيطة جدا اهي. ومن اول الجيرو من اول الحتة دي بالظبط كده نبدأ بقى نشد التل، لدرجة ان احنا ممكن يعني ايه نخلي التل اصغر من الحتة بتاع الستان، عشان الفستان لما بيجي يتلبس اللي تحت بيشد، فالتل كده كده بيتمط معانا، فما يكون مشدود على الصدر بيكون احسن. يعني يبقى ايه، يعني لو مثلا اهو احنا بنقفل كده نشد التل شوية، نخلي يعني ايه الستانة متنية يعني، حتى لو شوفوا تحت ايدي كده عمال اشد فيها من فوق اهو. يعني مثلا هبسطها لكم، يعني مثلا لو احنا جينا دلوقتي نقيس اللي هم سقوط الصدر بتاعنا ده، هنلاقيه مثلا 40 أو 41 سنتي، نخليه الطول أقصر منه بسنت أو سنت ونص. يعني هيبقى زي نظام مثلا كده ايه، يعني الستانة تبقى أكبر من من الطول. دي حاجة جميلة. لما نيجي نخلص الفستان ونمسك النص اللي تحت في الفستان، النص اللي تحت بيشد التل كده كده راخي وبيتمط كتير، يشد كده يروح ثابت كده مشدود على الصدر كده شد حلو شكله حلو، ما يكونش يعني سايب ومرهرط كده. هوريها لكم برضو دلوقتي بعد ما اخلصه كده، على اقولكم على الملكان وتشوفوهم. هشوف حتى المتنية من تحت ازاي، يعني التل شدد الستان رفعها لفوق من تحت عندي ده. اول حاجه بنعمل الساسونه اللي هي البنس اللي بتاعت تحت الصدر دي، وبعد كده بنعمل الكشكشه بتاعتنا من فوق ومن تحت بتاع التل، وبعد كده بنبدا نركبها من تحت الاول، ونبدا نركب من الجناب بقى ونطلع على فوق كده ونشدها نصغرها زي ما احنا زمان قلت لكم دلوقتي اللي احنا بنصغر التل عن الستان شويه، بنشده يعني فوق شويه. الفستان ده كان جميل خالص خالص خالص. والفستان ده اونلاين ورايح تور سينا، تور سينا في جنوب سينا لو حد يعرف. ورايح كوافير كمان. اهو زي ما انتوا شايفين كده مشدودة ازاي. هذه الحتة اللي ما احنا قلنا عليها اللي ايه، كده الزوايا بتاعت ما تتقص يبقى خلاص. يبقى احنا كده خلصنا الفيديو بتاعنا زي ما انتوا شايفين كده اهو. وبس قبل ما اروح لكم على الملكان، لو في حد اول مره يسمعنا يقول لنا رايه بالفيديو، ويقول لنا ايه رايه في الفستان بعد ما خلص، ويشترك في القناه ويفعل زر الجرس ليصل كل جديد ان شاء الله. وباذن الله انتظرنا بالفيديو الجديد، واحنا تحت امركم في اي حاجه. لو اي حد عاوز اي حاجه يقول لي وانا اشرحها له، بس عشان اشرحها له ياخد مثلا 3 أو 4 فيديوهات كده، وهشرحها له بالتفصيل اللي هو يقول عليها اعملها له. اي بنت هتطلب مني حاجه اعملها لها لوحدها زي درس خصوصي كده، بس تاخد فيديوهات من عندي وتنشرها في 10 جروبات، وتعمل لي سكرين اللي هي اتنشرت في 10 جروبات، هنشر هعمل لها الفيديو بتاعها مخصوص زي درس خصوص، وانزله له على القناه قدامكم.
يلا تعالى اوريهم لكم على الملكان. هذا ده دلوقتي على الملكان اهو، ما تنسوش بقى تقولوا رايكم. وده بعد ما خلص انا كده نزلت لكم حلقه منه، وده الفيديو جميل اهو، والفستان جميل خالص، وزي ما انتوا شايفين كده اهو تحت ستان وفوق الطل. الستان اللي تحت اعرفكم الامتار بتاعته، الستان اللي تحت 4 متر، والطل بتاعنا ده 9 متر، 9 متر في عرض 3، يعني الكشكشة اللي تحت دي 9 و9 18 متر، الداير من تحت ده 18 متر، هو الطل بتاعنا عرضه 3 متر. فاحنا لما بنيجي نقص بنطبق اكننا بنطبق قماشة واحدة بس، هو طبقتين نقصهم من تحت يفيد معانا حتة القماش اللي هي بالعرض اللي احنا عملنا منها الكمام والصدر والظهر اللي احنا كشكشناهم زي ما انتوا شايفين. وبعد كده الطول بتاعنا الاساسي خدناه كشكشنا الفستان زي ما انتوا شايفين كده. وتصبحوا على خير، وما تنسوش تقولوا لي رايكم في التعليقات، وانتظرونا بالفيديو الجديد ان شاء الله. باي باي.